كل يوم وفي الصباح طبعة صحفية جديدة، واليوم نقدم لكم هذا الإصدار الجديد والشكل المختلف من صحافة الغد. في صحافة الغد نقرأ معكم بين السطور، وأيضا نحلل مختلف الآراء والتوجهات حول هذه الموضوعات. أهلا بكم. نبدأ معكم بأبرز العناوين التي ستكون مطروحة أمام حضراتكم بعد ساعات في صحف القاهرة. من الوفد: السيسي يقول ملايين اللاجئين في مصر يتمتعون بجميع حقوق وخدمات المواطنين. الأهرام: منع طائرة بوينغ من استخدام المجال الجوي المصري. إلى الوفد: وخلال لقائه رئيس الوزراء صبحي يقول عالميين لحضور قرعة أمم إفريقيا 2019. الشروق تكتب: الرياح المثيرة للأتربة تضرب القاهرة والمحافظات، والأرصاد تؤكد تنحسر اليوم. أهلا بكم من جديد، ونبدأ بتحليل أبرز هذه المانشيتات. نعود إلى مانشيت الوفد: السيسي يقول ملايين اللاجئين في مصر يتمتعون بجميع حقوق وخدمات المواطنين. هذا جاء في إطار نشاط السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء ولقاءاته الرسمية. الرئيس كان استقبل سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، استقبل كذلك وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية في دولة جنوب السودان، كما التقى أيضا وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني حسين مويني. كان هناك عدد من الجمل والرسائل الهامة في هذه اللقاءات. رئيس الجمهورية أكد على مؤازرة جهود استعادة السلام في جنوب السودان واستعادة الاستقرار. الرئيس كذلك أكد أيضا للمسؤول التنزاني رفيع المستوى على العمق الذي يجمع مصر وتنزانيا في الدفاع عن قضايا القارة. بالتأكيد هذا التحرك الإفريقي وهذا الزخم المصري باتجاه إفريقيا هو جزء هام ولا يتجزأ من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. نذكر أيضا أن مصر وأسوان على بعد ساعات من استضافة منتدى الشباب الإفريقي. سنرى بالتأكيد يعني نسخة إفريقية من منتدى شباب العالم، رؤى مختلفة، أراء، اتجاهات متباينة، أحلام الشباب الإفريقي التي اختفت كثيرا خلف سطر من الصراعات، أحيانا العرقية أحيانا السياسية، لكنها بالتأكيد كبدت القارة الإفريقية خسائر فادحة على مدار سنوات، وهذا ما نتمنى أن يتغير الآن. نبقى مع نفس الملف. الأخبار كتبت تقول السيسي يؤكد نساند جهود التنمية في تنزانيا وجنوب السودان وتعزيز التعاون مع سلوفانيا. أما الأهرام وفي نفس الموضوع أيضا كتبت الرئيس جهود مصرية لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان. إذن كانت هذه بعض أو جانب كبير من اهتمام الصحف المصرية الصادرة بعد ساعات بالنشاط الرئاسي، وكان على رأسه العنوان الإفريقي الأهم. لكن كانت هناك بعض العناوين الأخرى لفتت انتباهنا. على سبيل المثال نتحول إلى موضوع آخر. الأهرام كتبت عن الحادثة الأخيرة في الخطوط الإثيوبية. الأهرام كتبت منع طائرة بوينغ من استخدام المجال الجوي المصري. سلطة الطيران المدني كانت قررت منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات من تراس بوينغ 737 بي ماكس في الأجواء والمطارات المصرية. السلطة أعلنت كذلك، سلطة الطيران المدني أعلنت إعلان سلامة ضمن إعلانات سلامة أعلنت في كثير من دول العالم كقرار احترازي بالطبع لصالح سلامة الركاب وسلامة حركة الطيران. لكن هناك نقاط يعني هامة الحقيقة
يعني أفردت ليها الأهرام جزء من سطورها هو إن الخطوط المصرية لا تمتلك هذا الطراز. مصر الطيران لا تمتلك هذا النوع من الطائرات، ومصر بهذا القرار بتنضم ل 41 دولة ترفض مرور هذا الطراز في أجوائها. لكن خلونا نعرف أكتر عن هذا الموضوع. معي عبر الهاتف الكابتن سامح الحفني، هو رئيس سلطة الطيران المدني الأسبق والمتحدث باسم وزارة الطيران المدني. كابتن سامح أهلا وسهلا بحضرتك. بخير يا كابتن، أهلا بحضرتك، مساء النور. لو تضعنا في صورة معنى هذا القرار، يعني هذا الطراز لن يعبر الأجواء المصرية سواء كان تابع لأي شركة طيران، وهل هذا إجراء روتيني في حالة يعني ما يتلو حادثة بحجم حادثة الخطوط الإثيوبية الأخيرة؟ مساء الخير يا فندم. الحقيقة طبعا هو في الأول خلينا نقول ده مش إجراء روتيني، إنما إجراء كان نتيجة لوجود غموض وعلامات استفهام كتير لحادثة طبعا كبيرة زي الحادثة الإثيوبية لطيارة تعتبر جديدة، وقبليها بخمس أشهر حادثة تانية إندونيسية برضو طائرة جديدة. ده عمل بعض أو نوع من أنواع الغموض حول أسباب الحادث، استدعى إن احنا نعمل نوع من أنواع التقييم للمخاطر وتقييم للسلامة، أدى عنه القرار بمنظور ثاني. طيب هذا القرار يمكن أن تعود سلطة الطيران المدني المصرية في أي وقت عنه؟ طبعا يا فندم، احنا بنعمل نوع من أنواع تقييم السلامة وتواصل مع كل الجهات المختصة بسلامة الطيران وسلامة التشغيل، سواء مصنع بتاع الطيارة أو أي من الوكالات المختصة بالسلامة أو سلطة الطيران المدني المصرية، نطلق مع بعض ونقيم سلامة التشغيل، وممكن في أي وقت نعود عنه بنعود بأسباب منطقية وأسباب مقتنع بها. نعم كابتن سامح، في هذا الإطار هل هناك نصيحة تقدمها سلطة الطيران المدني للمصريين الراغبين في السفر إلى دولتي كينيا وأديس أبابا، يعني باعتبارهم الدولتين الموجودتين في الحادثة الأخيرة الأثيوبية، هل تنصحوا مثلا باستخدام خطوط معينة، النقل الوطني يوفر بدائل، ما إلى ذلك؟ الحقيقة طبعا ما نقدرش نتكلم على مستويات السلامة، وما نقدرش نتكلم على الحادثة، لأن احنا ما كانش قادرين نتكلم بهذا الحادثة دلوقتي، إنما اللي أقدر أأكد عليه طبعا الخطوط الوطنية عندنا بتشتغل لأثيوبيا وبتشتغل لكينيا، إنما السلامة يعني نقدر نقول ان هي حوادث وارده، انما كل المحاذير وكل الاجراءات لرفع هذه مستويات السلامه اكيد متواجده من اي سلطه طيران مدني. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للكابتن سامح حفني رئيس سلطه الطيران المدني الاسبق والمتحدث باسم وزاره الطيران المدني، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد ومستمرون في عرض أبرز منشطات صحافة الغد. لو رحنا للشروق، الحكومة تقول وتعد بتعديلات تشريعية لمواجهة الموظفين متعاطي المخدرات. المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن يعني متعاطي المواد المخدرة من الموظفين والعاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة يعني سيتعرضوا إن ثبت تعاطيهم للمخدرات. لكن هناك نقاط هامة في هذا الموضوع ينبغي الوقوف عندها، إن ربما نحتاج إلى تعديل تشريعي وهذا يتم بحثه الآن لمواجهة تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، ستعرض على مجلس الوزراء. التعديلات بحسب كثير من الآراء ستتضمن التعاطي وليس فقط الإدمان، لأن الإدمان ينتج عن تعاطي لوقت طويل ولمدة زمنية طويلة. هناك أيضا حديث عن درجتان من التحليل، يعني لن يكون الشخص معرض لتحليل واحد فقط، وربما يحدد مستقبله كله بناء على هذا التحليل، سيكون هناك درجتان من التحليل، وإن ثبت إن هذا الموظف في الجهاز الإداري للدولة متعاطي للمخدرات، وهنا هنؤكد أنه متعاطي وليس مدمن، لأنه البعض يحلو له أن يقول إن ليس كل متعاطي مدمن، لكن في النهاية يبدو أن الاتجاه العام أنه لن يسمح
بأن يكون في الجهاز الإداري للدولة متعاطي للمخدرات أو شخص يستخدم أي نوع من أنواع المخدرات. هناك أيضا يعني تساؤل مهم البعض بدأ يطرحه، ماذا عن الأشخاص اللي عندهم حالات صحية تستدعي أخذ أدوية معينة قد تترك أثر يماثل أثر المخدرات في الجسم، إنها أدوية تندرج تحت بند أدوية مخدرة بشكل أو بآخر، لكن لظرف صحي إذا أنا ظهرت في التحاليل ماذا أو كيف سيكون التعامل معهم؟ ده سؤال ينبغي أنه يعني نحصل على إجابة لي في الفترة القادمة، لأنه ربما يفرق مع البعض. الصحف كانت أيضا كتبت في الأيام الماضية أن العينة اللي تم أخذها من عدد من موظفين المؤسسات الحكومية ظهر فيها 250 حالة من متعاطي المخدرات. نتحول إلى موضوع آخر في الأخبار وعن الفخر السعيد عن اسكندرية. 50 دار نشر في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، خبر مشرق. مكتبة الإسكندرية بتستعد لإطلاق معرضها للكتاب في يوم 25 مارس ويستمر حتى 7 إبريل بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين. مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي صرح بأن ضيف الشرف هو معهد المخطوطات العربية، وده تقدير لدور المعهد في إحياء التراث العربي. وأضاف كذلك أن المعرض هيضم 50 دار نشر مصرية وعربية وأجنحة للعديد من الهيئات الحكومية. جريدة الأخبار كتبت وعن حدث يتم لأول مرة على أرض مصر، مصر تستضيف الأسبوع الزراعي الإفريقي. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن عن استضافة مصر للأسبوع العالمي أو الأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي باسم فارا لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا في شهر أكتوبر القادم، وده طبعا تزامنا والتزاما من مصر بدورها الأفريقي مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي. أيضا هيتم إطلاق موقع إلكتروني لهذا الأسبوع العلمي، وسيتم عقده لفتح مجالات جديدة لمشاركة مصر في تشكيل وتنظيم عملية إنتاج الغذاء في القارة السمراء بشكل عام. إلى صحيفة الوفد، خلال لقاء رئيس الوزراء صبحي يقول عالميين لحضور قرعة أمم إفريقيا 2019، والشرق الرياضة هنا على موعد مع هذا الخبر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة آخر استعدادات تجهيز ورفع كفاءة الاستادات اللي هتستضيف بطولة كاس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم. تم عرض في هذا الاجتماع موقف كل استاد على حدة، وتم يعني مسألة رفع كفاءة غرف الملابس والعيادات ووحدات الكشف. طيب تعالوا نعرف أكتر عن هذا الموضوع. معانا عبر الهاتف الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك بحضرتك، برحب بحضرتك وبرحب بكل السادة المشاهدين والمتابعين. شكرا جزيلا يا دكتور. الصحافة بكرة الوفد مثلا كتبت عن لقاء الوزير مع سيادة رئيس الوزراء والحديث عن استعدادات الاستادات المصرية ورفع كفاءتها، فلو تضعنا في صورة أوضح عن هذه الاستعدادات وصلنا لإيه وماذا ننتظر في الأيام القادمة؟ يمكن لقاء معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي عقد أمس، هذا الاجتماع كان جاء لمناقشة محورين مهمين. المحور الأول هو خاص بآخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 شهر يونيو المقبل. أما المحور الثاني وهو كان بخصوص تطوير مراكز الشباب والاستثمار فيها بنظام حق الانتفاع أو بنظام الـPOT.
نتحدث عن المحور الأول والخاص باستعدادات مصر لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية. نعم. يمكن نتكلم عن الملخص سريعا. خلينا نقول أن عندنا 5 محافظات سوف تستضيف 6 مجاميع: محافظة القاهرة، محافظة الأسكندرية، محافظة السويس، ومحافظة الإسماعيلية. تمام، 4 محافظات هتستضيف 6 مجاميع. اللقاء جاء بشأن آخر ما تم من تطوير خاص بالاستادات وإعادة تطوير البنية التحتية الإنشائية الخاصة بهذه الاستادات من مرافق ومداخل ومخارج وكافة المدرجات وكذلك توسيع ساعة المدرجات خصوصا المقصورة الرئيسية الخاصة باستاد القاهرة الذي سوف يستضيف حفل افتتاح البطولة. طيب ماذا عن إجراءات الأمان يا دكتور محمد؟ يعني برضو هذا أمر مهم، ستكون هناك حشود موجودة أعداد كبيرة، وبالتالي إجراءات الأمان الصناعي والتأمين لها أهمية. أكيد تم بحث كيفية دخول وخروج الجماهير الخاصة بالاستادات والبوابات الإلكترونية، وأيضا اطمأن رئيس الوزراء إلى كافة أعمال التجهيز وفقا للخطة المستهدفة في كافة الملاعب والاستادات. خلينا نقول برضو أن السيد رئيس الوزراء وجه بضرورة استمرار العمل بشكل مكثف حتى يتم الانتهاء منها في أسرع وقت وفقا للخطة الموضوعة، وكمان هيكون في إقامة مباريات تجريبية قبل البطولة على كل ملعب هيستضيف فعاليات البطولة. ده مهم جدا حتى يكون هناك عملية تجريبية لهذه الاستادات. برضو وزارة الشباب والرياضة بتنسق بشكل مستمر مع الأجهزة المعنية بالدولة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الوزراء لدعوة شخصيات رياضية بارزة على المستوى العالمي بالمشاركة في حفل سحب قرعة كأس بطولة الأمم الإفريقية. في أسماء مرشحة لهذه الدعوة يا دكتور محمد؟ يعني تقدر تخص صحافة الغد بيها؟ مش عايزين نقول أسماء دلوقتي، لعل وعسى يكون ممكن نقول اسم وما يتمش دعوته، فخلينا نقول إن شاء الله يكون في أسماء على أعلى مستوى تليق بهذا الحدث الهام. وخلينا نقول برضو إن كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله تنظيمه هيكون تنظيم مختلف، هيكون تنظيم عالمي، وهذا ما أكد عليه دولة رئيس الوزراء وأيضا دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة. التنظيم هيكون مختلف، التنظيم هيكون عالمي، إن شاء الله يليق باسم وسمعة مصر. إن شاء الله نستمتع، وكلنا إن شاء الله هنستمتع ببطولة على أعلى مستوى، بطولة هتكون مختلفة على المستوى العربي والقاري والعالمي. أشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، شكرا جزيلا. آخر خبر لهذه الليلة ومن الشروق: الرياح المثيرة للأتربة تضرب القاهرة والمحافظات، والأرصاد تؤكد تنحسر اليوم. خبراء الأرصاد الجوية بيتوقعوا أن يكون طقس الخميس طقس غير مستقر، والحقيقة هو بدأ عدم الاستقرار من الأربعاء كمان، وبتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وتصل إلى حد العاصفة، ويؤدي ذلك إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. الحقيقة إن ما حدث النهاردة كان بروفا لربما اللي هنشوفه بكرة واللي كتبت عنه الشروق والصحف الأخرى. النهاردة من بداية ساعات ما بعد الظهيرة كان واضح جدا أن في رياح محملة بالأتربة، وبدأنا نشوف عدد من المواطنين بيرتدوا كمامات وبيتجولوا في الشوارع، لأن طبعا معدل الأتربة كان عالي في الجو. في يعني حاليا كما يعني شفنا بنفسنا في زي سحابة من التراب أو الغبار العالق في الهواء، معلق في الهواء، ربما يعني الانحسار زي ما بتؤكد الأرصاد بكرة غير مستقر، بكرة الخميس غير مستقر، لكن المفترض أنه يظل بعض الشيء ثم يهدأ بحلول السبت.
كل يوم وفي نفس الموعد إن شاء الله، حضراتكم على موعد جديد ومتجدد مع قراءة في صحافة الغد الصادرة لليوم التالي، ونتجول معكم بين أبرز منشطاتها ونحلل ونعلق على أبرز العناوين. شعارنا دائما أن تعرف أكثر وأسرع. أشكر لكم طيب المتابعة. بأمان الله.